السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، واحنا النهارده في معرض عبد الله للسيارات. هسيب لكم طبعا تحت مواصفاته المكان او عنوان المكان وارقام تليفوناته وكل حاجه. معانا النهارده الهيونداي توسان الفئه الرابعه، طبعا اللون التاني اللي معايا دلوقتي هو الامازون جراي، بس برضه اتاكد ولو اللون متغير على عكس اللي انا قلته هسيبه تحت برضه في الوصف او اصلح في الفيديو. العربيه طبعا اللي معانا النهارده هي الفئه الرابعه، سعرها الرسمي 550,000 جنيه، عليها للاسف اوفر برايس من 30 ل 50,000 جنيه، ده طبعا ما بنصحش بيه، ما حدش يشتري اوفر برايس، فتقدر تحجز في التوكيل. طبعا العربيه زي ما احنا شايفين العربيه هجوميه جدا، هنشوف كل حاجه عندها بالتفصيل. العربيه دي بتيجي ب 1600 سي سي توربو متوصله بفتيس دارك كلتش دراي، 7 سرعات من 0 ل 100 تم تتكلم في 9 ثواني ونص، وفي ناس جابتها في اسرع من كده. بتفرق طبعا على حموله التانك وحموله الاشخاص اللي قاعدين جواها وحاجات كتيره جدا، لكن العربيه كاداء كويسه جدا. هنفصصها هنشوف كل حاجه فيها بالتفصيل. العربيه بتيجي بضمان 5 سنين او 100,000 كيلو ايام اقرب، وممكن كمان تمدها ل 7 سنين او 150,000 كيلو. هنخش دلوقتي جوه العربيه، هنبدا نشوف العربيه من بره ومن جوه، وهنشوف النظام الصوتي اللي جاي من شركه بوس، جاي من 7 سماعات وساب اوفر، كل ده هتشوف بالتفصيل. ولأي استفسار من خلال الواتس على 011-438-3854، وان شاء الله هرد على حضراتكم في اسرع وقت. نخش نشوف العربيه. ده كده منظر العربيه دلوقتي من قدام. هنبدا نشوف العربيه، هنشوف التفاصيل بتاعتها. طبعا اول حاجه هنشوفها في العربيه وهي الهجوميه بتاعتها، ان الشبكه جايه مع الاضاءه كلها حته واحده، ده اضاءه. طبعا دي استحاله تقول عليها ان هي اضاءه، انا هحاول كمان انور العربيه لما اخش جوه واوريها لكم، اوريكم شكل الاضاءه عامل ازاي. هنا دي شكل اللي هي الاشارات بتاعت العربيه، ده نور العربيه الاساسي العالي والواطي بتاعك، دي مجرد ليد نهاري، دي ودي 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 معاها، دي كده الانوار بتاعت العربيه من قدام الليد. طبعا زي ما شفنا هنا الاشارات، وبرده ابقى احاول اوريكم شكل العربيه منوره. طبعا بقى فيها سنسور امامي زي ما احنا ما شايفين كده، تمام. والعربيه برده فيها مفروض كاميرا خلفيه، هنروح لها ورا. فاول فئتين بتبقى العلامه الهيونداي دي معموله بالكروم، لكن في الفئات اللي اعلى من كده بتبقى العلامه زي ما احنا شايفين اسود بيانو بلاك كده او نيكل مطلب اسود، عشان ندي العربيه فخامه في الشكل. نيجي بقى لجنب العربيه الهجومي جدا جدا، هنشوف فيه تفاصيل كتيره جدا، وهي الخطوط الهجوميه اللي احنا شايفينها دي كلها بالظبط، شايفين كل الخطوط الهجوميه. طبعا هنا العربيه جانت 19 بوصه 2 تون، زي ما احنا شايفين بتيجي بعجل ميشلان، واول 3 فئات بيجي بحاجه اسمها النكسن، تمام. ده الجانت ده ار 19 زي ما احنا شايفين 235/50 ار 19. نيجي نشوف العربيه زي ما كملنا من الجنب، طبعا هنا حتى المرايات هنشوف فيها الخطوط الجريئه الهجوميه دي وشريط الليد بتاع الاشارات. طبعا العربيه فيها حزام كروم موصل العربيه كلها زي ما احنا ما شايفين كده لحد اخر العربيه، وده الصراحه كويس جدا وبيبان اكتر كمان مع الالوان الفاتحه. برده من ضمن الخطوط الهجوميه اهي اللي احنا كنا بنتكلم عليها، والخطوط بتتجمع كلها في نقطه واحده زي ما احنا شايفين، وترجع تمشي خط واحد معانا كده لحد ورا، ونشوف متوصله بالفوانيس الخلفيه. الفوانيس الخلفيه هنا جايه بنظام اسمه اتش تايب، او من نوع شكل اسمه اتش تايب، يعني ايه؟ جايه على شكل الاتش. هنشوف كده، هنشوف شريط وبعد كده هتلاقي نفس الكلام، فهي بنظام الاتش تايب او شكلها شكل الاتش تايب. علامه هيونداي اللي ما اتش ملموسه بقت جايه تحت الازاز كده تدي شكل من الجمال. المساحات الخلفيه اللي بقت مدمجه تحت هحاول اوريها لكم، اهي ده شكل المساحات الخلفيه، بقت مستخبيه تحت عشان تدي العربيه شكل هجومي وشكل جمالي اكتر. طبعا العربيه طبعا فيها هنا الستوب الخلفي علامه التوسان، وطبعا العربيه طبعا وكيلها غبور. العربيه زي ما قلت بتيجي بمنظومه اداء 1600 سي سي توربو. طبعا هنا بتيجي الاشارات او الريفرس والاشارات ورا مدمجه، ده السنسور الخلفي. طبعا العربيه 2 اكزوست ريال مش فيك، العربيه فيها 2 اكزوست. هنا شكل الدايموند اللي تمام موجود في كل حته في العربيه، شكل الاير ديفيوزر الخلفي على شكل الدايموند. العربيه طبعا فيها كاميرا خلفيه موجوده هنا كده. ده كان بالنسبه لشكل العربيه من ورا. نيجي بقى لجنب العربيه، نفس الكلام الناحيه الثانيه، ده الجنب الهجومي، انا هحاول اوريكم كله على بعضه. جنب العربيه هجومي جدا جدا. طبعا فوق هو الشارك اريال او الاريال شارك زي ما احنا شايفين، شكل على علامه الشارك كده، والسقف البانوراما الكامل اللي من اول العربيه لحد اخرها اللي بيتفتح كهرباء، ولما نخش جوه هنحاول نفتحه لحضرتك. ده كان بالنسبه لشكل العربيه من بره، هنخش دلوقتي نشوف العربيه من جوه. طبعا العربيه برده فيها اوبشن وهو التدوير عن بعد، ان انا اقدر ادور العربيه دلوقتي عن بعد. هنجربها مع بعض، ان انا اقفل وبعد كده افضل دايس على الزرار بتاع القفل فتحه العربيه زي ما سمعنا العربيه دارت، ونفس الكلام عشان تفصل العربيه برده تفضل دايس على الزرار العربيه بطلت.
ده برضو كان اوبشن كنت عايز اقوله في الفيديو. ده كده شكل العربيه من جوه. دلوقتي طبعا دي الشاشه، انا هحاول ادور بس كده العربيه، مش هدور العربيه كلها بس الاول هشغل البطاريه عشان اوري حضراتكم العربيه عامله ازاي. كده كده اهي دارت تمام. طبعا هنا زي ما شايفين ده نظام النافيجيشن سيستم، هنا خرجت منه. العربيه انا عايز اجرب فيها النظام الصوتي، فيها مفروض حاجه، مفروض احنا بس نروح للهوم، حاجه اسمها ال ساوند اوف نيتشر، دي بتنفس صوت الطبيعه بيبقى موجود عندك في العربيه. طبعا احنا دلوقتي عايزين نعلي، اسمعها لكم كانك قاعد في الغابه بالظبط. ده صوت المطر، ده كالم سي، طبعا نظام الصوت باين، ده الاوبن اير لو انت قاعد في دوشه، ده لو انت قاعد عند النار، ده لو انت قاعد في مدينه فيها تلج تمام. هحاول برضو اوصل الموبايل، اجيب كده راديو نشغل اي حاجه فيها نظام صوتي نسمعه مع بعض. طبعا نظام الصوت باين، نظام الصوت اصلا من شركه بوس، هوريه لكم كده اهو. نظام صوتي مكون من سبع سماعات وساب ووفر. طبعا دي الورقه اللي قلقها كل ملاك التوسان بسبب ان الفتيس الدارك كلتش ممكن يسخن، بس هو اتعدل، هو بس الورقه دي ليست الا للاحتياط، لكن ما تقلقش ان شاء الله. يعني شاشه المعلومات اللي قدامي تمام، فيها طبعا نظام المود، العربيه طبعا فيها درايف مود بتحكي فيه من هنا، بتحكي قدام في شكل العدادات زي ما شايفين كده، ده السبورت، ده الايكو، ده النورمال، ده طبعا ده بالنسبه للدرايف مود. نيجي بالنسبه للهيلد ستارت اسيست او الهيلد سند، ده هنا حته حاجه بتنور هنا كده زي ما شايفين، بتنور باخضر، ده علشان اسمها داون هيل بريك كنترول، ده عشان لو انت نازل اي منزل العربيه تحجمك او تحجم حركتها، ما تتزحلقش منك او ما تجريش منك في اي منزل. ده بالنسبه للسنسور الامامي والخلفي، ده بالنسبه للكاميرا الخلفيه اللي الريزوليوشن بتاعها كويس الصراحه وواضح وباين جدا، مفيش فيه اي مشاكل تمام. نرجع بقى نروح دلوقتي للعربيه او نكمل بالنسبه للشاشه التاتش بتاعتها. طبعا بقى فيها نظام النافيجيشن سيستم زي ما وريت لحضراتكم، بلت ان مش محتاج فيها واي فاي زي ما باين كده، كل حاجه باين فيها، باين احنا فين بالظبط، اهي احمد عرابي ستريت، كل حاجه باينه فيها بالظبط، مفيش فيها اي مشاكل. نفس الكلام النافيجيشن، بتقدر تخش وتسرش امرجنسي، اي حاجه انت عايزها موجوده في النظام المعلومات بتاع الشاشه. ده الفول لو انت موصل بلوتوث، ده الراديو اللي كنا لسه عليه، الميديا لو انت موصل اي حاجه. برده لقطه حلوه قوي من هيونداي ان هي فيها نظام بوصله القبله، تقول لك ان دي قبله المكان اللي انت تصلي عليه، وفيها بالظبط كل الدرجات بتاعتها، ان انت درجات الحركه او درجات القبله بتاعت الصلاه تمام. في برده هنا حاجه اسمها كوايت مود، كوايت مود ده بقى ده موجود بيبقى الصوت هادي، بيديك السمع لو فوق الصوت فوق السبعه بينزل لسبعه اوتوماتيك علشان ما يخليش فيه اي دوشه في العربيه. كلايمت ده طبعا التكييف، تتحكم في التكييف لو انت حاجات سريعه يعني، بس ده لما ندور هشغل لكم التكييف برده ونشوف قوته. ده السيتنج بتاعه العربيه، تتحكم برده النافيجيشن الكلام ده كله، الفيكل وكل اهم حاجه فيها لا درايفنج سيستم، البريكنج سيفتي، ده اللي احنا كنا شفناه اللي هو الباركنج ديستان وورنينج، ده اللي هو السنسور الخلفي من الاخر. الكلاستر دوت اللي هو السيم بتاعه الشاشه قدامك بيبقى عامله ازاي، والسيرفيس انترفل وكل ده تمام. برده الكلايمت دوت بالنسبه للتكييف بتتحكم فيه، مفيش اي مشكله اذا كان اوتوماتيك او انترنال او الكلام ده كله. اللايت بقى في هنا الاضواء فيها العربيه من جوه، امبنت لايت 64 لون، ده اللي هي الاضاءه الداخليه بتاعت العربيه دي. انا هحاول دلوقتي اشغلها لحضراتكم، نعلي البرايتنس، ده كده اعلى حاجه في البرايتنس، شيل ده كمان عشان نقدر احنا نتحكم في اللون اللي احنا عايزينه. الكالر لا انا عايز اجيبه ازرق، هتلاقي هنا اهو مفروض نور، بس هو غالبا مش هيبان معاكم بسبب ان الدنيا نهار، هو منور هنا مفروض، يعني انا بحاول اجيبها كده لحضراتكم اهي، تحت منور اللون الازرق. نفس الكلام بيبقى موجود عندي في الباب اللي هنا، نفس الكلام اهو، ونفس الكلام في الباب التاني. بنتحكم عايزين احنا الوان معينه، بندوس سيت كاستم وبنختار ما بين 64 لون مختلفين، نختار اللون اللي احنا عايزينه. كل الالوان دي موجوده، انت بتقدر تختار بينها بدون اي مشكله. الموضوع ده يعني بصراحه ممتع وكويس مش وحش تمام. ده كان بالنسبه للنظام الصوتي اللي انا الصراحه شايفه واحد من احسن انظمه الصوت. طبعا العربيه هنا ده الانتظار بتاعها تمام.
ندور العربيه كده عشان نشوف شكل الموتور. تمام، نشوف العربيه. صوت موتورها في الاول هادي جدا مش خشن، مع دوس الموتور بيبدا يبقى عنيف، بتحس فعلا بالموتور التربو، بتحس فعلا بالتربو، بتحس فعلا بالحركه العربيه. واصلا لما تجيبها على السبورت مود بتبقى عربيه اعنف واعنف كمان. العربيه في الاخر موتورها وادائها كويسين جدا جدا جدا. طبعا العربيه فيها نظام الشيفتنج بالل زي ما احنا شايفين كده، فيها نظام الشيفت باي واير، ان انا لو دوست هنا الدي العربيه اوتوماتيك بتتحول، عايز اجيب ريفرس بدوس هنا اهو برده العربيه بتبقى اوتوماتيك على الريفرس. وفي الاخر لما تحب تعشقها بتجيبها على البي زي ما شايفين كده. تمام، هنا ده اسمه الشيفت باي واير، ان الفتيس بتدوسه مش بالحركه. تمام، طبعا العربيه برده لو انت عايزها مانوال، في ناس تقول لي انا عايزها مانوال، بتقوم انت جايب هنا اهو على الحركه دي، هنا عندك شيفتنج بدلز بلس وماينس، بتقدر تتحكم في العربيه وفي التصريحه بتاعها عن طريق الشيفت باي واير من غير اي مشاكل. هنا ده طبعا النظام مثبت السرعه ومحدد السرعه. تمام، كل تحكم هنا، هنا تحكم في الشاشه اللي في النص، هنا فيها نظام التاير بريشر سيستم اللي هو ضغط الكاوتش، هنا الانفورميشن، كل ده واكتر بتقدر تتحكم فيه. دي هنا اهو بتقدر تتحكم فيها، تشوف اخر مره فولت ماشي قد ايه، كل المعلومات دي بتقدر تشوفها. وهنا طبعا معاك عداد ديجيتال. صراحه الشاشه النقاء بتاعها عالي جدا جدا جدا، نفس الكلام هنا الشاشه اللي فوق ال 12 بوصه تقريبا، او الثلاث فئات بيجوا بشاشه 10 وربع بوصه او 8 بوصه ودي 10، انا بصراحه مش متذكر بالظبط، بس اللي متاكد منه ان الفئه الرابعه والخامسه بتبقى الفئتين الشاشات بتاعتها اكبر من اول ثلاث فئات. طبعا بالنسبه للتكييف تعالى نجربه ونشوف قوته. طبعا التكييف هنا دول كلتش، في برضه حاجه كويسه جدا في التكييف ان انا ممكن ما اشغلش التكييف الاساسي، يعني انا هنا مشغل دي، في عندي زرار مش موجود في اي عربيه ثانيه هو اسمه زرار الديفيوز، بيخلي التكييف دول اللي شغالين. هنا عندنا خرام صغيره كده ده اللي بيبقى شغال بس، لكن التكييفات الاساسيه بتفصل او بتنها شغاله بحاجه اهدى. عايز تسمع صوت الهواء اعلى بتقوم طافي الديفيوز ده، هتبدا تحس ان الصوت هيبدا يعلى بتاع التكييف، وتبدا تحس ان بص صوت الهواء بدا يبقى اعلى. نيجي بقى اهم حاجه دلوقتي عندنا وهي خامات العربيه، نطف التكييف. نيجي لخامات العربيه، خامات العربيه كلها هنا سوفت تاتش، هنا عندنا قماش طبعا ده شيء طبيعي بلاستيك، هنا عندنا في شاحن وايرلس زي ما شايفين كده، ده شاحن مخرج 12 فولت، هنا ده عندنا مكان اليو اس بي وده مكان لشحن الموبايل. تمام تمام، ده طبعا البار والاون والاوف بتاع الراديو. تمام زي ما شفنا كده اهو. تمام عندنا هنا اتكلمنا عن الشاشه، اتكلمنا عن كل حاجه هنا، ده التحكم طبعا الطبيعي بتاع اي تكييف، ما فيهوش اي كلام يقدر يتقال. شكل الطاره اللي انا شايفها الصراحه واحده من احلى الطارات في الفئه دي كلها، الطاره مسكتها مريحه جدا وحركتها الكهرباء سهله جدا جدا، يمكن دي من انعم حركات العربيات، الكهرباء بتاعتها مريحه جدا، وفعلا فعلا تحس ان العربيه في ايدك سلسه جدا في اذا كان في التحويض او في التوجيه بتاعها، ودقيقه جدا جدا. برضه للعلم كل الابيض ده ليس الا تيكت، مش ده شكل الحاجه، مش ده شكلها، شكلها كله بيانو بلاك زي كده، ده مجرد تيكت انت بتشيله، بس انا طبعا مش هينفع اشيله عشان انا في المعرض. نفس الكلام زي دي، كل الحاجات دي بتتشال، كل ده بيتشال، بس طبعا صاحبها هو اللي يشيلها، ما احنا مالناش دعوه يعني. الاربعه ازاز بضغطه واحده، الاربعه اذا كان ورا او قدام كله ضغطه واحده بس، فطبعا دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للفئه. نيجي بقى في الفئه الرابعه والخامسه، المفروض فيهم حاجه اسمها فرش داخلي للابواب فاخر، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا شايفينه هنا قماش، الحته دي بتيجي كده كروم، طبعا برده دي المفروض برده بتتشال، تيكت بيتشال، الحته دي سوفت تاتش، الحته دي دي بلاستيك، دي يمكن دي الحته الوحيده البلاستيك سوفت تاتش، هنا الجلد متطرز وجلد طري جدا جدا، الحته دي كلها عباره عن بيانو بلاك. نيجي للعربيه او الشكل الباب من تحت، كل ده بيجي يبقى بقى ايه بلاستيك، والنظام الصوتي لشركه بوس زي ما قلت لحضراتكم. تمام، ده كان بالنسبه تقريبا لكل حاجه في العربيه من جوه. برده مسند اليد اللي عندنا هنا اهو، مسند اليد واسع الصراحه ومريح جدا، مفيش فيه اي مشاكل. برده من ضمن الحاجات اللي كنت نسيت اتكلم عليها وهي الحته دي، هنا العربيه فيها فرامل ليد كهرباء وفيها نظام الاوتو هولد. الناس بتقول الاوتو هولد ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ان يخلي العربيه اوتوماتيك لو انت في زحمه بتمسك الفرامل نفسها، العربيه بتبقى ماسكه نفسها وبتفصل الفتيس عشان الفتيس الدول كلتش بتاع العربيه الدراي ما يسخنش. دي برده حاجه كويسه جدا موجوده في العربيه. اتكلمنا تقريبا كده عن كل حاجه بالنسبه للعربيه من قدام، وبرده العربيه مرايه داخليه ذاتيه التعتيم وفيها فتحه السقف البانوراما اللي برده واسعه جدا، وبصراحه بقت كويسه جدا جدا احسن من الاول بكتير، يعني زي ما احنا شايفين كده فتحه سقف كهرباء بتفتح بالكامل. تمام، ممكن نقفلها تاني زي ما احنا شايفين كده. وبرده الاضاءه الداخليه للدات اذا كان ورا او قدام، الاضاءات كلها اضاءات ليد.
وطبعا مرايه داخليه ذاتيه التعتيم. ده تقريبا كل حاجه عن العربيه من جوه. هنرجع دلوقتي ونشوف القعده من ورا ونشوف هل هي واسعه ولا لا. دي كده دلوقتي قعدة العربيه من ورا. العربيه من ورا واسعه جدا. انا مظبط الكرسي لقدام على قعدتي وانا طولي 185 سنتي. القعده واسعه جدا جدا زي ما احنا شايفين. طبعا العربيه فيها تكييف خلفي، فيها مخرجين لشحن الموبايل، الابواب الخلفيه نفس خامات الابواب الاماميه بالظبط. اي نعم فيها شويه بلاستيك زياده بس الخامات يعتبر قريبه جدا من الابواب قدام، اختلافات بسيطه جدا. ونفس الكلام برضو الازاز هنا بضغطه واحده، مفيش فيه اي اختلاف. طبعا ده شكل العربيه من ورا. نفق الفتيس يعني الى حد ما مقبول، مش عالي قوي. القعده في النص كويسه مش وحشه، بس انا هنا عشان الكرسي ده راجع بزياده، لكن هي كقعده يعني ما تقعدش ثلاثه كبار او ما تقعدش ثلاثه تخان، هما اتنين كبار وطفل ممكن في النص هتبقى كويسه، لكن اكتر من كده يعني هتبقى صعبه شويه والقعده مش احسن حاجه. تمام، نشوف مثلا الجلد الوسطي. ده مثلا الجلد الوسطي برده معمول من نفس الخامات. طبعا عربيه الفرش هنا جلد الفئه الرابعه والخامسه، بيبقى فرش جلد زي ما شايفين كده، بيبقى الفرش بتاعهم جلد ومخرم زي ما احنا شايفين علشان الحر في الصيف. فدي برضو حاجة طبعا تشكر عليها هيونداي، وفعلا مخلية العربية احسن بكتير جدا وهتبقى اريح في الصيف او في الشتاء. ده كان بالنسبة لكل حاجة على العربية من ورا. ده كده دلوقتي منظر شنطة العربية. تقريبا العربية بقت اوسع في الشنطة بتاعتها وبقت احسن بكتير جدا. ده الجنط اللي من تحت، تمام، جنط العربية اللي بنفس مقاس ونفس شكل الجنوط الاساسية اللي موجودة هنا. ده دراع بتشده عشان تقفل الكراسي الخلفية، وده مش موجود في الفئات او الثلاث فئات، موجود في الفئة الرابعة والخامسة فقط. بقية الفئات كلها لازم بيبقى من تحت في دراع بتعمله، موجود هنا برضو، بس هنا في زيادة ان انت ممكن تقفلها من هنا كمان بدل ما تروح وتفتح الباب وتعمل لفة كلها، بتبقى اسهل. هنا برضو عندنا مخرج 12 فولت زي ما احنا شايفين كده، ودي زي شماعة او علية لو انت عايز تعمل اي حاجة. وطبعا في هنا عندي اضاءة داخلية، وبرضو هنا عندي السماعات الخلفية بتاعة النظام الصوتي المكون من 7 سماعات وساب ووفر. ده كان بالنسبة لشنطة العربية. هنا الشنطة مش كهرباء لان اعلى فئة فقط، بس الفئة الخامسة بتبقى اللي كهرباء، لكن هنا زي ما احنا شايفين كده مانيوال بالايد، ما فيهاش اي حاجة يعني. ده كان بالنسبة لشنطة العربية. ده كان نهاية الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. اتفرجنا على الفئة الرابعة، اتفرجنا على كل حاجة فيها، شفنا النظام الصوتي، شفنا خامات الابواب، شفنا خامات العربية، شفنا الموتور، شفنا كل حاجة في العربية تقريبا. وطبعا زي ما قلت لكم هسيب لكم ارقام تحت المعرض لو اي حد عايز يجي يتفرج عليها. المعرض عنده الفئة التالتة والرابعة، وممكن يوفر لكم اي فئة انتم عايزينها ان شاء الله. ده كان نهاية الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولاي استفسار على الواتس 011 4383 854. مع الف سلامة.